عايز برضو اضيف لحضرتك ان هذا الامر بيتم من عده سنوات زي ما ذكرت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئه، واتاح العديد من فرص العمل لشباب الخريجين وبعض الافراد اللي ما كانش ليهم فرص عمل. بيتوفر لهم الماكينات الخاصه بفرم قش الرز والكبس باسعار رمزيه، وبيتعاون في ذلك ايضا قطاع الزراعه الاليه لوزاره الزراعه وايضا جهاز شؤون البيئه وقطاع الفروع في توصيل هذه الاماكن هذه المعدات الى المتعهدين، وايضا بنسمح بتوفير الاماكن الخاصه بمراكز التجميع على مستوى الجمهوريه واللي بتبقى في حدود 265 مركز على مستوى الجمهوريه موجودين، بنقدر نجمع فيهم قش الرز ونبني عليه عمليات الفرم والكبس. طيب يا فندم، يعني في نفس السياق وزير الزراعة كان تحدث أمس أن منظومة جمع وتدوير قش الرز خلال السنين اللي فاتت قدرت أنها تحقق أهدافها وكانت يعني بمثابة نموذج ناجح الحقيقة متميز. عايز أعرف من حضرتك يعني فكرة الأهداف اللي قدرنا نحققها حتى الآن من خلال هذه المنظومة، وفكرة كمان خلق الفرص فرص العمل وإن هي تمثل بدل ما كانت بالنسبة لنا بتمثل لنا مشكلة بقت بتمثل مصدر دخل. صحيح، المنظومة طبعا حققت أهداف كتير جدا زي ما ذكرت. أول هدف إن احنا حافظنا على البيئة ومنعنا التلوث وخلاص ما بقاش في سحابة سوداء عندنا، فده كان هدف وبعد بيه أهم جدا. ثانيا حضرتك نواتج الحرق والدخان اللي كان بيطلع والمركبات اللي موجوده فيه كانت بتاثر على بعض المواطنين وتسبب حدوث امراض صدريه، فده قل بدرجه كبيره جدا. وايضا تكاليف وفاتوره العلاج اللي كانت بتتحملها الدوله او المواطن نتيجه الاصابه بهذه الامراض ده خلاص ما بقاش موجود. فهي دلوقتي احنا عملنا بعد بيئي وحافظنا على صحه الانسان. ثانيا لما بنعمل مراكز تجميع فهو بيوفر فرص عماله، بيوفر فرص لشركات او افراد وشباب بيقدروا يبداوا في عمليات النقل من الحقول الى مراكز التجميع، فده برضه وفر لهم فرص عمل. قدرنا بقى ان احنا نقلل استخدام الاسمده الكيماويه والمعدنيه نتيجه استخدام الاسمده العضويه، وايضا ده بيساهم في سد جزء من تجربه الاعلاف نتيجه استخدامه او استخدام قش الرز والمخلفات الزراعيه في تصنيع الاعداد. وقدرنا فعلا نحقق اهداف كتير جدا، وبقى في منظومه موجوده في مصر بتعمل بشكل جيد ومشرف. وعايز اقول لحضرتك يمكن احنا جالنا من سنتين وفد من اليابان وكان معاه مجموعه من وسائل الاعلام علشان يدرسوا ويصوروا وينقلوا للشعب الياباني التجربه دي ويوروهم ان مصر فعلا حصل فيها طفره في مجال تدوير المخلفات والاستفاده منها وتقليل الاثار السلبيه على البيئه وعلى المواطن. فهي كانت منظومه وتجربه ناجحه جدا.